السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الأول: محافظات جنوب العراق تعاني من فيضانات اجتاحت مناطقها بعد موجة الأمطار الأخيرة وغياب للبنية التحتية. في عنواننا الثاني: استمرار المظاهرات والاحتجاجات في البصرة وتهديدات تطال الناشطين من قبل الميليشيات والأحزاب. ولدينا في عنواننا الثالث: معاناة في التقدم للحصول على الوظائف في العراق بعد وعود حكومية وهمية بالتعيينات. وأيضا ضمن عناويننا: ارتفاع نسب تعنيف الطلبة في المدارس العراقية وسط غياب للمحاسبة القانونية واللجوء إلى أساليب الترهيب الميليشياوي بالنسبة للمدرسين. أهلا بكم. أهالي حي المنتظر في محافظة ميسان ينتقلون بالمشحوف بعد غرق شوارعهم بمياه الأمطار وعجز الجهات المختصة عن سحب المياه وكأنهم في الأهوار. دعونا نشاهد. أخوان السلام عليكم. هذا ليس في أهوار الجنوب، بل ببرمانة بحي المنتظر شمال مركز الحسين سلام الله عليه. باعوا اخوان، الحمد لله الناس تشتغل، استفادت من المطار. شوف الزوارق اليوم خير وبركه ان شاء الله. صلوات على محمد وعلى محمد، الله جابها باب رزق. هاي الزبالة يا رب لك، هذا الرجال متبرع سوى بالمجاري. الحال في محافظة المثنى في قضاء الرميثة تحديدا لا يختلف كثيرا عن باقي المحافظات من ناحية طبعا الفيضانات وما إلى ذلك. دعونا نشاهد. أخوان السلام عليكم. الآن في محافظة المثنى قضاء الرميثة باعوا، هاي أمامكم، أمامكم الحقيقة، أمامكم مثل ما أنتم تشاهدون باوع الشوارع. هي مطرت مطر شيء بسيط يعني نص ساعة، باوع الشوارع صار بيها، والرميثة أكثر أعضاء برلمان وأكثر ناس مسؤولين بالدولة وعدنان الأسدي وغيره ومن المسؤولين، وما أريد نحكي على المسؤولين. ومثل ما تشوفون قضاء الرميثة هاي شوارعها المطر أقل من نص ساعة مطرت، وهاي الشوارع مثل ما تشوفون لا مجاري ولا من يسأل ولا مسؤول، ولا لا تقل لمسؤول اجا ولا تقل لبلدية ولا تقل لكل واحد. هاي الحقيقة قدامكم، إلى متى تظلون ساكتين وهي مجاري؟ أبسط شيء مجاري، وهذا الشط مالت قريب عليها، أي بور يعني بور عادي يقدرون يسحبون. هاي الأمطار اللي هسه بالشارع موجودة للشط الموجود، ونخلص من هاي المشكله اللي كلها جاي. يعني مشكله ما ادري شلون نعبركم ونحكي عن هاي المشكله. مشكله الشوارع هي مطرت نص ساعه، عدنان الاسدي واعضاء مجلس محافظه والبرلمان والحكومه والله ينتقم منهم ان شاء الله، ونص ساعه مطرت، وهاي الرميثة وهاي وضعيه الرميثة. الى متى يعني منهاله؟ بدل ما تسحب جاي تطلع الماي اللي برا، تدفع لي برا، هي بدل ما تسحب الامطار تطلع الماي. مثل ما تشوفون هاي قدامكم باوع، خليني اقرب لك الشاشه. هاي باوع، باوع، هاي الحقيقه. لا حد يحكي يعني من يم يقول البلديه طلعت وخدمات موجوده ونزلوا بالشارع وسحبوا المياه وما ادري شنو. ومثل ما تشوفون هاي العالم جاي يتعاني من هاي المشكله. نبقى في هذا الاطار. صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا مصورا لعمليات سحب المياه من المحافظات الجنوبية. إذا كانت هذه هي الحلول التي ستشاهدون، فلكم أن تتخيلوا حجم الفساد المستشري بمؤسسات الدولة. نذكر أنه مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هسه والله عليكم وجدانا، هسه هاي هم شغله كفايه بيمه، هاي الشغله الغمه
وانه ما تريد يحارب ما تريد يحارب امريكا يعني هذا شوف شلون يصير شكلهم شلون يخرج شلون نبقى ايضا مشاهدينا الكرام في هذا الاطار، وقفة امام محكمة استئناف البصرة للمطالبة باطلاق سراح للمتظاهرين المعتقلين وايقاف مطاردة الناشطين، دعونا نشاهد. بالاسراع في اطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين، ومن صدرت بحقهم اوامر القاء القبض بسبب دعاوي كيدية قدمت ضدهم من الاحزاب. ولكونهم متظاهرين مستقلين وناشطين مدنيين يمثلون صوت البصرة الحر، وذلك للتنكيل بهم وتنفيذا لتوجيهات رئاسة الوزراء الأخيرة بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات، ومن صدر بحقهم أوامر القبض، وخصوصا الأخوة نقيب محمد نجم، علي قاسم خضير، محمد عبد الله هاني، وليد عبد الكريم حسن، علما انهم حين خرجوا كان كل همهم هو المطالبه بوطن حر تسوده الحريه والعداله، وخرجوا مطالبين بابسط الخدمات اللازمه توفرها للحياه البشريه وهي الماء والكهرباء والعمل وغيرها من ضروريات الحياه. أيضا في هذا المسلسل أضرم النار أضرمت النيران من قبل عدد من المتظاهرين قرب جسر التربية، أضرمت طبعا في الإطارات، وذلك عقب تجدد تظاهرة شارك فيها العشرات اليوم الثلاثاء أمام شركة نفط البصرة. هاي جابن العيداني جابن العيداني هذني لو كانت هناك حكومة وطنية في العراق لاستجابت لمطالب المتظاهرين ولم تقودهم إلى العنف والتصعيد كما يحصل الآن في محافظة البصرة. نبقى في البصرة أيضا، متظاهرو المحافظة وجهوا رسالة للفاسدين ومن يتسلط على رقاب الشعب، دعونا نشاهد. وانتم ما مجدين من عندكم، احنا هذا حقنا ونطالب به، ما رد من عندك انت اخمط بوق يا اخي، بس عين الشباب هاي عيننا الشباب 1000 دينار ما بجيبه ليش من الله ينتقم. أسلوب القمع والترهيب والاعتقال والاختطاف والاغتيال التي تستخدمه الميليشيات والأحزاب والحكومة كذلك الحكومات المتعاقبة باختلاف رؤساء الوزراء هو أسلوب ومنهج واحد واستراتيجية موضوعة يبدو أنها منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة هي وضعت أصلا قبل الاحتلال بالنسبة لهؤلاء الذين يقولون أنهم معارضين للنظام السابق وجاءوا بفكر جديد وبالديمقراطية وبالعراق الجديد الذي أطلقوا عليه، لكن العراق من سيء إلى أسوأ بكل النواحي، حرية التعبير أمر مرفوض في العراق، كل من يحاول أن يعبر عن رأيه بشكل أو بآخر يقمع، يغتال، يهجر، يعني يعتقل بشكل أو بآخر، ومن هذه الأدوات والمسلسلات المستمرة في الترهيب والتعذيب التي تستخدمها الحكومة وميليشياتها. ننتقل إلى موضوع آخر، التصوير الذي ستشاهدونه الآن هو من داخل بهو بلدية الناصرية، الشباب رددوا هتافات كلكم حرامية طبعا بحضور محافظ ذي قار ومدير التربية. الموضوع هو قرعة تعيينات السواق وموظفي الخدمة والحراس على ملاك التربية في محافظة ذي قار، كان مخصص لقضاء الناصرية 19 درجة وظيفية، تم الإعلان بالقرعة عن 5 درجات فقط و14 درجة لم يتم الإعلان عنها. طبعا هذا الموضوع أثار حفيظة الشباب المشاركين ودعاهم إلى هذه الهتافات وإلى هذا الهجوم الحاد، دعونا نشاهد. Come on!
أيضا نبقى مع هذا الموضوع، موضوع مهم للغاية، موضوع قاد محافظة البصرة إلى أن تنتفض. طبعا هو من المواضيع الأساسية التي أدت إلى خروج المظاهرات في البصرة. الكثير من الأساتذة والخريجين في محافظة ميسان ينتظرون طوابير طويلة جدا لتمرير معاملاتهم من خلال شباك واحد. دعونا نشاهد. إدارة معهول أمية، هاي مقدمين على التعيين كلهم خريجين، ومن ضمنهم هذا الإنسان مدير مدرسة الله يخليه، إنسان منزيه، وهاي معاملة مع المواطن. شوفه شباك واحد وكل ساعة مشي المواطن واحد، وهذا المكان شوفوا هذا المكان ما شاء الله. ها شباب شنو هذا المكان؟ هاي قواطي ما شرب، هاي توير وسكراب وزبد، مو بردة، هاي تعبانة. شوفوهم مواطنين هكينا مقدمين على مود التعيين، شوفوهم هاي العالم ساعة يلا يمشي واحد على أساس هي التربية ما عاد خريجين توظفهم مشون العالم. والمكان كان إجمال الدولة قطي خل ما يشرب. أيضا نستمر مع موضوع المتقدمين على التعيينات، نتابع مع حضراتكم حال المتقدمين على تعيينات تربية قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان بعد توقفهم لوقوفهم بطوابير طويلة في البرد وبين أجلكم الله النفايات والمجاري، لعلهم ينجحون في التقدم على فرصة عمل أو الحصول عليها. طبعا طبعا بالنسبة للدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة ذهبت غالبية هذه الدرجات قبل فتح التقديم للأحزاب وأصحاب الوسطات كما يقول أبناء المدينة. دعونا نشاهد. من يصدق أن هؤلاء الشباب يمشون على بحار من البترول؟ من يصدق أن هؤلاء الشباب لديهم ميزانيات سنوية في بلدهم تصل إلى أكثر من 150 مليار دولار في بعض الأحيان، أو أن وصلت تصل أيضا في هذا الوقت في هذه المحنة في هذه الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم إلى أكثر من 80 أو 85 مليار دولار سنويا؟ من يصدق أن هذا البلد هو العراق الذي يمتلك هذه الخيرات ويمتلك هذه المقدرات؟ هؤلاء هم شبابه في المجاري وبين الأوحال والأوساخ أجلكم الله، يبحثون عن وظيفة. ومن يقدم ويستلم المعاينات أو المعاملات هم القوات الحكومية، ما دخلهم بأن يستلموا ويسلموا المعاملات بالنسبة للمتقدمين للحصول على وظيفة؟ أين هي 10,000 درجة وظيفية التي وعد بها حيدر العبادي سابقا؟ ألم يعد الشباب في محافظة البصرة بالحصول على هذه الوظائف؟ طبعا بعد ذلك شاهدنا الفضيحة الكبيرة التي عرضناها طبعا وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي برمي الجهات الحكومية التي استلمت هذه الطلبات، رمي طلبات التعيين أو طلبات الحصول على وظيفة بالنسبة للمتقدمين في النفايات وبين مكبات النفايات طبعا، وحتى في أماكن غريبة وضعت من أجل إخفائها ولكنها فضحت وكشفت. من يصدق أن هذا البلد هو العراق الذي جاءت هذه الأفكار الهدامة التي دخلته طبعا بالوهم والخداع والتسلط على رقاب العراقيين؟ التربية، وزارة التربية في العراق طبعا تصدر قرارا إلى المدارس كافة يمنع استخدام العقاب البدني ضد الطلاب أو الكلام النابي،
وكذلك تمنع جمع المبالغ المالية من الطلبة. دعونا نشاهد الصورة، الصورة طبعا الكتاب الصادر إلى إدارات المدارس كافة، المدير العام وكالة وحيد فريد عبد القادر. طبعا يمنع منعا باتا جمع المبالغ المالية من الطلاب ولأي مسمى كان، كذلك يمنع استخدام العقاب البدني ضد الطلاب والكلمات النابية، وبخلافه تتحمل إدارة المدرسة التبعات القانونية. طبعا هذا الكتاب صدر، بعد فترة من صدور هذا الكتاب خرج أحد المشرفين طبعا على المدارس في محافظة نينوى بتعدي على طالب، تم ضربه طبعا بمدرسة ابتدائية في مدينة الموصل تحديدا حي الأمين، ضرب مجموعة من الطلبة عن طريق هذا المشرف. ودعونا نشاهد الطريقة العنيفة للغاية وطريقة الغير آدمية إذا يمكن وصفها بالتعامل مع طلبة بأعمار صغيرة يعني بضعة سنوات. دعونا نشاهد. طبعا هو يتعامل معهم وكأنهم حيوانات أجلكم الله، لكن لا يمكن فقط إلقاء اللوم على من يقوم باستخدام العنف. أيضا هناك طبعا حالات كثيرة تحدث في المدارس في العراق بالنسبة للطلبة. المشكلة تعود إلى البيئة التي يعيشها هؤلاء الأطفال، بيئة دموية، بيئة يستخدم بها العنف بشكل كبير، تنعكس طبعا على المدارس، تسرب كبير، ترتفع هذه النسب في العراق طبعا، وهناك تقارير تحدثت عن هذا الموضوع. لكن الكتاب الصادر من تربية أو وزارة التربية بخصوص هذا الموضوع، الكتاب الصادر الذي يمنع الضرب ويمنع استخدام الكلمات النابية والعنف، ذكر في نهايته أو ذكر في نهايته أنه ستتبع الطرق القانونية بالتعامل مع من يخطئ أو من يخالف التعليمات. دعونا نشاهد الطرق القانونية التي يتبعها محافظ نينوى نوفل العقوب، حيث استقدم مدير المدرسة طبعا عبد الله بن جابر الذي قام قبل قليل وظهر في المقطع وهو يضرب الطلاب بالعصي. قام نوفل العقوب محافظ نينوى بتصويره، طبعا كاميرا موجودة أثناء هذه المحاكمة دعونا نسميها، أهان مدير المدرسة طبعا في كل مرة، متوقع من نوفل العقوب، هكذا يرى طبعا المتابعين أو الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. عالج الخطأ بخطأ أكبر منه، وجه الإهانة لتربوي لمدير مدرسة. طبعا ليس من حق نوفل العقوب لأنه لا يشغل منصب مدير تربية نينوى، هو مجرد محافظ. كان الأجدر به مخاطبة مدير التربية بكتاب رسمي لتوجيه عقوبة بحق المدير. طبعا نوفل العقوب أيضا وبعد أن وبخ المدير وأهانه قال له بالحرف الواحد وستشاهدون، ضحك ترى الناس أو اللسان الطيب يطلع الحية من الغار. يعني الكلمة الطيبة أو اللسان الطيب هو الذي يلين الحجر أو يلين الحديد دعونا نسميها. بهذه العبارة ناقض نوفل العقوب نفسه، لم يستخدم اللسان الطيب من أجل إخراج الحية من الغار كلغة للحوار، بل استخدم الأسلوب المعتاد بالنسبة له، تصوير، سب، شتم، صراخ، طرد وعقوبة. طبعا هذا بحسب ما تفاعل معه النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد. هذا ايدك لازم نضبط للطلاب. عجل شنو؟ والله سهل، انا مسجل من الجهاز. استاذي ايش تتكلم؟ انا قبل كان تضربهم. انا اخذتك المسرح انا طالع على المدرسه، قلت لك خلي الطلاب يقتلونك. ما تسعى على نفسك؟ قالوا لك جارك تضرب بيهم؟ استاذ غيرك وسبب؟ ماكو كل سبب. انت رسول فتره تضربه راشيات وتضربه مصارك مخالفه توجيهات صحيح. جيبوا لي مطرق اريد على ظهرك تضربه. انت ما تسعى على نفسك؟ مو انت شايف؟ قالوا لك جار تضرب بيهم؟ هي هاي انت التربيه اللي علموكم اياها؟ انت بيا وكيل؟ بيا وكيل؟ احد كلفك قال لك اقتلهم؟ استاذ مختار زخم العمل ده علينا استاذ. شنو زخم العمل؟ شنو زخم العمل؟ انا رجعت بيت برا استاذ. انا شنو زخم العمل؟ اتكلم انا اتقبل كلامك، انت مسؤولي ومحاول استاذ. هسه لو انك انا وقع راشدي زين شو يصير فيك؟ هاي التربيه رجعت تربوا بهذا الجيل؟ لا استاذ انت لا تحسب ولا كل شيء، قبل على البعاج. يلا يلا واطلع برا. بعاج كان ان شاء الله. لازم لك طلاب
قال جاي تعال شو ما يعجبك الحكي. لا سر يجيبني لا سر. هي قلت لي اطلع. ها؟ أنت كيف اللي عمرك سر؟ قلت اطلع اطلع سر. ها يومية تقتل مطلع؟ لا والله ما يومية سر. أنا 27 سنة خدمة. أنت ما عندك خدمة. سر 27 سنة. لو عندك خدمة كانت تحت. نعم سر. لسان الطيب. نعم سر. يطلع الحية من الغار. نعم سر. بس أنت لا عندك لسان طيب ولا تعرف التصرف. أنت ما عندك ولي؟ وين يداومون؟ قسم البصرة قسم البداية. والبداية وين يداومون يمك؟ لا ما يمس. وين؟ أنا وين يداومون؟ بطل أستاذ يداومون أنت وبطل أستاذ بنات ليه بتوصل أستاذ؟ بطلة؟ إيه نعم. لو أنت معلم ولدك يبطلون، أنت شنو من التعليم مالك؟ أنت أساسا المفروض تنفصل من التعليم. ليه أستاذ؟ لأن أنت ما قدرت تربي ولدك. لا أستاذ ظروفه صعبة. شنو ظروفه صعبة؟ انت ما تقدر تسيطر على ولدك جاء على ولد العالم وترجع بهم اشياطهم وبالمسطره وبالخيزرانه قاطب لك مطرق وتربيهم ما سعيت على نفسك؟ ايش قلت لنفسك؟ منشور عليك فيديو فضحتنا؟ ايش قلت لنفسك من نشر الفيديو هذا تعليم يعني فوق اسمع نعم فوق طلائب التربيه فوق هذا المدينه اللي النكبه احنا مو نموذج استاذ اسمع يا مدير التربيه نعم هذا يومية يقتلهم مثل الطلاب أنا طلع من الصبح تحت بثمانية بالمدرسة والله لو لاقي وجاي مطرق وياي ألا خلى هذول الطلاب ضربتهم ألا خلهم يهججونك لأن هاي مال تحقيق وما أدري شو كلها مال تحقيق شايل المطرق قلت شلون ضربتهم خلهم يضربونك لأن أنت لو تحسن للناس ما كان يجي يتعامل مع جيران ودخل يخليك عبرة كل المعلمين يلا أهلا بكم نتابع في فقرة آراءكم دائرة البعثات وهي تقوم برمي طبعا رسائل وطاريخ الطلبة العراقيين المبتعثين إلى الخارج نتابع الصور طبعا سريعا هذه الصورة الأولى لرسائل وطاريخ المبتعثين إلى الخارج بالنسبة للطلبة العراقيين ولدينا صورة أخرى أيضا هذه الصورة الثانية للأسف تعامل لا ينم على أي احترام وتقدير بالنسبة لهذه الكفاءة دعونا نشاهد التعليقات في أول تعليق لدينا على هذا الموضوع على موقع فيسبوك حازم العزي يقول لأن الذين فيها هم طارئين على العلم لو كانوا يحترمون أو كانوا محترمين ومن الكفاءات لما وصل بحالنا إلى ما نحن فيه من تردي العلم ومستوى علمي في بلادنا والدليل خروج جامعتنا من تصنيف اليونسكو أو جامعاتنا طبعا في تعليق آخر عليا تقول إيش قد صار فين جهد ومبالغ وقت لمن خلصوا الأطروحة بس هو المشكلة بالناس اللي ملزميهم مناصب بعيدين كل البعد عن الثقافة ماخذين شهيدهم بالباطل مع الأسف العراق إلى أين وأيضا في آخر تعليق لدينا حنان تقول طبعا لأننا في زمن الجهل والظلام الأسود هكذا تفاعل النشطاء على موقع فيسبوك طبعا حول هذا الموضوع ونراكم بعد قليل مشاهدينا الكرام بفقرة هاشتاج بفقرة الهاشتاج الوسم بعنوان إيران تغرق البصرة بالمخدرات دعونا نشاهد التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع عمر يقول السيول وقطع الماء قطع الكهرباء رغم دفع أموالها تدعم العنف في العراق والميليشيات تدعم الفساد والحكومة الفاسدة وتريدها ضعيفة دمرت الشباب بالمخدرات وإشراكهم بحروب لمصالحهم تكره العراق تكره العرب وما زال الغبي يعتبر إيران تاج الرأس في تعليق آخر وتغريدة أخرى حسين يقول إيران تصدر الميليشيات إيران تصدر نفوذها إيران تصدر شبابنا إلى اليمن وسوريا إيران تصدر ولاية الفقيه إلى العراق إيران تصدر المخدرات إلى العراق وتصدر الأحزاب الإسلامية وماذا بعد وفي آخر التغريدات لدينا علي يقول اليوم وأني صاعد بالسيارة على طريق بغداد شفت صورة لخامنئي ممزقة مع العلم من وقت قريب تم نصبها هواي ارتاحت واندعيت اللي مزقها لأن بالحقيقة كثير شخصيات عراقية تستحق أن توضع مكان هذه الصورة طبعا كان هذا ما لدينا بفقرة الهاشتاج شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وإلى اللقاء